تالت كوباية. يا رب اعرف اجاوب بقى. كتبتي مؤخر كام على محمود؟ يا لا ده انا غلبانه مؤخري حاجه بسيطه والله. ايه كام بالنسبه للارقام اللي الواحد بيسمعها يعني؟ كام؟ 200,000 يعني مش حاجه اصلا. مش هو مش قال كده برضه؟ مش قصدي ان هو مش حاجه. لا وقال ان انت ما كنتيش عاوزه. يعني قال ان انت كنت حاجه بسيطه. وان انا بقى في سؤال عاوزه اساله. قولي بصراحه. قولي فين الفرح؟ بصي كل ما نيجي نعمل فرح يحصل حاجه. والله ما اعرف ايه ده. كل فعلا ما نيجي نعمل احنا الفرح. مره واحده كده فين الفرح؟ والله ازاي منا ما بصي ما لبستيش ابيض. ما لبستش فعلا ابيض ولا عملت فرح ولا عملت خطوبه ولا عملت اي حاجه من الحاجات دي. هقول لك ليه. احنا اول ما اتجوزنا او اول يعني ما قررنا ان احنا خلاص نكتب الكتاب وكده كنا مقررين ان احنا نعمل كتب كتاب حاجه كده خفيفه في الاسره والاصحاب وكده بس في البيت وبعدين هنعمل بقى ايه فرح ان شاء الله وكده. انا اساسا مش مع ان انا اعمل فرح كبير ضخم بس قلبي ابيض بس على طبعا اكيد قلبي ابيض من حقي يعني افرح. جينا عملنا كتب الكتاب وانا اصلا في الاول ما اعلنتش انا متجوزه مين وبعدين اتعرف وبتاع وانا يعني فاشله اصلا ان انا اخبي حاجه يعني. بعد كده ابتدينا بقى ايه كل شويه نيجي كل ما اكلم مثلا ويدنج بلانر واقعد معاها ونبتدي ان احنا نتكلم مثلا هنعمل ايه وهنحجز امتى القاعه او مثلا المكان او كده او بتاع يحصل مشكله بيني انا ومحمود يحصل حوار يحصل اي حاجه فالموضوع قعدنا ناجل فيه ناجل فيه ناجل فيه ناجل فيه لحد شكله مش هيحصل. وانا افضل كده ولا ايه مش عارفه بس ان شاء الله يعني لو هنعمل فرحنا لا يعني ان شاء الله لو في لو لينا نصيب مع بعض هتعملوا فرح ان شاء الله يعني انا اكيد نفسي اعمل فرح يعني اكيد نفسي افرح كده والبس فستان والكلام ده كله بس انا قصدي ايه انه احنا دلوقتي فعلا في حاجات تانية يعني اهم من ان احنا هنرجع ولا مش هنرجع ولا احنا فعلا في حوارات ما بيننا يعني اكبر من ده دلوقتي فاهمه قصدي. فوتي زبادي بالكاتشب بجد احلى حاجه فيهم. يلا الكارد الرابع.